تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتنفيذ 8 مشاريع إضافية بشراكة مع القطاع الخاص، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني طرح 3 مزايدات جديدة لتنفيذ 137 وحدة سكنية في مدينة سلمان، وذلك في إطار خطة تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بشراكة مع القطاع الخاص. وأفادت الوزارة أن المشاريع الجديدة المقرر تنفيذها تشمل 3 حزم لمشاريع وحدات سكنية يتم تنفيذها على مساحة 27,000 متر مربع، منوهة بأن موعد إغلاق باب التقدم للمزايدات المذكورة سيوافق يوم الأربعاء 19 فبراير المقبل. وقالت الوزارة إنه بطرح مزايدات المشاريع 3 في مدينة سلمان تكون الوزارة قد شرعت في تنفيذ 7 مشاريع إسكانية جديدة ضمن المشاريع المقرر تنفيذها ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ إطلاق البرنامج، مؤكدة الاستمرار في الإعداد للمزيد من المشاريع الإسكانية خلال المرحلة المقبلة.